عرفت الحلة بأنها مدينة للتنوع الثقافي وأنتجت الكثير من الأسماء اللامعة في ميادين العلم والمعرفة والفنون والآداب. الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد لم تمنع هذه المدينة من رفد المشهد الثقافي والإبداعي بالفعاليات الغنائية والفنية، ولعل المجالس الثقافية أحد الشواخص المهمة في هذه المدينة. المجالس الحلية دائما يرتادها المثقفين من محافظة بابل، ولا أقول أنه المتعلمين، أقول المثقفين. والمثقف هي يعني كلمة تشمل الكثير، يعني هناك تجد الفنان وتجد الشاعر وتجد الكاتب. مجلس السيد حسام الشلاه هو أحد المجالس الثقافية المهمة التي تتميز بها مدينة الحلة. في شهر رمضان وبعد وقت الإفطار يكون هذا المجلس مكاناً تجتمع فيه الكثير من النخب وشرائح اجتماعية أخرى من تربويين وأكاديميين وفنانين وكتاب وروائيين، حيث تخصص كل أمسية للحديث في جانب معين. يتم الأحاديث بينهم، وذلك لاستذكار ماضي هذه المدينة الفاضلة وما يكون فيها من اجتماعات، حيث تتم فيها أكثر التداول الثقافي والاجتماعي. المترجمة ماري عمران حلت في هذه الأمسية ضيفا لإلقاء محاضرة عن أهمية تمكين المعلمين والمدرسين في تدريس اللغة الإنجليزية التي باتت اليوم مهمة من أجل التواصل مع العالم. نتعلم اللغة الإنجليزية لكي نعرف ثقافات الأجنبية، نتعلم من الثقافات الأجنبية، نتواصل مع الثقافات الأجنبية. والسائد في المجتمع أن المجالس الثقافية والأدبية تكون مخصصة للرجال فقط، لكن الحضور المميز والكبير للنساء في هذا المجلس كسر هذه القاعدة على ما يبدو، فالمرأة اليوم تحاور وتبدي رأيها بشجاعة. هكذا ندوات تفتح الآفاق لرؤية جديدة، يعني احنا نحاول انه شنو نطور مجتمعنا، نطور الطفل مالتنا باعتبارنا احنا تدريسيين، فشي مهم جدا ان نشارك بهكذا ندوات وهكذا حلقات اجتماعية. هذا المجلس يعني غير متخصص بالأدب فقط، وانما متنوع، يعني المحاضرات التي تلقى في هذا المجلس منها بالفيزياء والطب والأدب والترجمة والتاريخ وإلى آخره. المجالس الثقافية تعد مكانا لحوار النخبة والحديث عن هموم الثقافة والمعرفة، كما أنها تشكل امتدادا ثقافيا لهوية هذه المدينة. من مدينة الحلة ميثم الشباني، الحرة.